مشاهدينا الكرام، والآن مع كلمة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والحديث عن ليلة الإسراء والمعراج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيادة اللواء أحمد زكريا ممثلا لقواتنا المسلحة الباسلة، سماحة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف، سيادة النائب طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، فضيلة الأستاذ الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث، السادة العلماء والصفراء، السادة الأئمة، الحضور الكريم. يطيب لي ابتداء أن أهنئ حضراتكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة لاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وأن أرفع أسمى التهاني إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري كله، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل إلى الإنسانية جمعاء التي جاءت رسالة الإسلام لتنشر السلام فيها جميعا. وقبل أن أبدأ في حديثي أؤكد أن أمة وشعبا بهذا الإقبال على الله وعلى بيوت الله وعلى إحياء المناسبات الدينية شعب لا يضام أبدا إن شاء الله. وإن شعبا بهذا الحب لله ولرسوله ولآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضام ولا يمكن أن يضام بحق من قال في هذا البلد ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونقف مع آية واحدة في هذه المناسبة، هي الآية الأولى من سورة الإسراء، حيث يقول الحق سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولنا في هذا الجزء من الآية ثلاث وقفات. الأولى هو بدايتها بالتسبيح سبحان الذي أسرى، وهو تنزيه لله عز وجل عن الند والشريك والمثيل والنظير، فهو وحده الواحد الأحد الذي لا نظير ولا كفء له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي البداية بهذه الصيغة اللغوية، صيغة التسبيح والتنزيه والتعجب، تأكيد على أن الأمر المتعجب منه، تأكيد على أن الأمر المتعجب منه وهو أمر الإسراء ليس أمرا بشريا ولا يمكن أن يكون أمرا بشريا، إنما هو لله وحده كما سيأتي في حديثنا عن سورة النجم. واختار الحق سبحانه، وهذا هو الموقف الثاني، التعبير بلفظ العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه أو برسوله، لأن مقام العبودية هو أشرف المقامات،
فهو مقام خضوع وخشوع وتذلل لله عز وجل. وعندما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا ما جاء في سورة النجم أيضا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم يقول سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبعد أن قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال الحق سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الإسراء والمعراج كانتا بالروح والجسد، ولم تكون لا رؤيا قلبية ولا رؤيا منام، وإلا ما قال: ما زاغ البصر وما طغى، ولما كانت آية كبرى، إنما قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ موقف العبودية هو موقف الأنبياء والمرسلين. عندما تحدث القرآن الكريم عن صبر سيدنا أيوب قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وعندما تحدث عن سيدنا زكريا وإجابة الدعاء قال سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وعندما تحدث عن العبد الصالح في سورة كهف قال: فوجد عابدا من عبادنا. وقال سبحانه عندما تحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالعبودية أعلى المقامات وأشرفها، لكن هذه العبودية لكي تتحقق لها مواصفات جاءت في سورة الفرقان. نقف عند اثنتين منها. الأولى: أخص صفات عباد الرحمن، أخص صفة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعبد الله وعبد الرحمن لابد أن يأخذ من صفة الرحمن، لا يمكن أن يكون فاحشا ولا بذيئا ولا كذابا كهذه الأبواق للجماعات الإرهابية التي لا تكف عن الكذب وعن إشاعة الكذب وتعمد الكذب ليل نهار. وكأني بقول الحق سبحانه: سماعون للكذب أكالون للسحت. هناك فرق بين سامع ومستمع وسماع. سامع ربما سمع تحدثت فسمع بقصد أو بدون قصد، مستمع منصت، سماع يبحث عن السمع، فهم يبحثون عن الكذب. وعندما قال الحق سبحانه: سماعون، يبحثون ويتحرون الكذب وينصتون إليه ليشيعوه في الناس، أكالون للسحت. وأنتم تعلمون أن هناك علاقة وثيقة بين كذب هؤلاء وبين أكلهم السحت، فهم يأكلون السحت بكذبهم وافترائهم على الله وعلى دينهم وعلى أوطانهم. أول صفات المؤمن: لا يكون كذابا ولا بذيئا ولا فاحشا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. لاحظ القرآن لم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة، قال ولا، كان من الممكن أن يأتي التعبير ولا تستوي الحسنة والسيئة، إنما القرآن قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لأن المقارنة ليست بين الحسنة والسيئة، وإنما بين الحسنة والحسنة والسيئة والسيئة. ولا تستوي الحسنة لأن الحسنات درجات، فالتمس من الحسنات أعلاها والسيئات درجات فاجتنب أدناها وأعلاها. لو قصد المقارنة بين السيئة والحسنة لقال ولا تستوي الحسنة والسيئة، إنما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فابحث عن أعلى الحسنات واجتنب كل السيئات. الصفة الثانية التي أختم بها هي قول الله تعالى، أنتقي منها ما يسمح به الوقت:
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. عباد الرحمن لا يمكن أن يكونوا قتلة ولا سفاكين ولا من سافك الدماء ولا ممن يروعون الآمنين. وعندما نتأمل في قول الحق تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذه نفهمها جميعا. أما النصف الثاني من الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الإحياء صفة لله وحده، من الذي يستطيع أن يحيي الأنفس؟ هو الله. إذا ما المقصود بقوله ومن أحياها؟ التعبير هنا لا يمكن أن يكون على حقيقته لأن الأحياء لله وحده، إنما تعبير مجازي. والمقصود ماشي ماشي خلاص، من عمل على بقائها حيا، من حافظ على حياتها. فإذا كان الإرهابيون يقتلون فسادا وإفسادا فمن يواجه الإرهاب ويكف يد الإرهاب، سواء كانت مواجهة عسكرية أو مواجهة أمنية أو مواجهة سياسية أو مواجهة فكرية، فكل من يكف يد الإرهاب يحيي النفس. كل من يعمل على علاج النفس ويوفر لها العلاج، علاج الأمراض المستعصية، فيروس سي، الأمراض المستوطنة، السرطان، كل من يوفر العلاج يعمل على إحياء النفس. كل من يوفر الطعام والغذاء والماء النقي والشراب النقي والحياة الكريمة يعمل على إحياء النفس. وإذا كان الرجل الذي سقى الكلب شكر الله له فغفر له فدخل الجنة، فما بالكم بالذي يجتهد ويفني حياته في إحياء الأنفس. بهذا المعنى القرآني ما نختم به، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والذي ندين لله به ونلقى الله به، أن المسجد الأقصى من مقدساتنا وسيبقى من مقدساتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر ومنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قدسا إسلاميا ووقفا إسلاميا ليس لأحد أن يفرط فيه بأي شكل كان، فهو في عقيدتنا وفي عمقها. نسأل الله عز وجل أن يرد إلينا أقصانا ردا جميلا. اللهم رد إلينا أقصانا ردا جميلا. اللهم من أراد ديننا أو وطننا أو أمننا أو مقدساتنا بسوء فاردد كيده في نحره واجعل الدائرة عليه لا له يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم اجعل مصرنا العزيزة أمنا أمانا سخاء رخاء وهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم اجعل رزقها واسعا رغدا من البر والبحر والسهل والجبل. اللهم وفق رئيسنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا ورجالنا وقضاتنا وعلمائنا للنهوض بهذا البلد ليتبوأ المكانة التي يستحقها، واجعل جنوده خير أجناد الأرض إلى أن نلقاك يا رب العالمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا ممن يفهمون الدين فهما صحيحا وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.